لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خاصة وجبنا من الطريق قريقة للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بأنتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا على تلفزيون الصحة والجمال. أهلا وسهلا بكم لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج 100 طريقة للجمال. موضوعنا النهاردة موضوع تجميلي، بنتكلم عن تجميل الوجه، ويمكن تجميل الوجه موضوع يعني بيخص اهتمام شريحة كبيرة جدا من المجتمع في المرحلة الأخيرة. هنتكلم النهاردة بالأخص عن تجميل الوجه سواء بالأسلوب الجراحي أو بالأسلوب الغير جراحي، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيفكم اللي منورني النهاردة، دكتور رفيق عبدو جعفر، دكتوراه واستشاري الجراحة العامة والتجميل. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا نورتنا النهاردة. الله يخليك. موضوعنا النهاردة موضوع التجميل، ناس كتير بتهتم بيه، أعتقد أنه هو بيهون على ناس كتير بيعانوا حقيقي من مشاكل بتواجههم، سواء مثلا عيوب خلقية، سواء جروح، سواء حروق. عايزين النهاردة نتكلم بالتفصيل عن تجميل الوجه. في البداية حابب أتكلم عن الجفون، منطقة الجفون من أكتر المناطق في الوجه اللي ناس كتير بيعانوا منها سواء رجل أو امرأة، خصوصا إن هي منطقة حساسة وكده. فلو حضرتك توضح لنا تجميل الجفون نبتدي إزاي؟ اتفضل. هو الوجه طبعا من الأجزاء المهمة في الجسم، لأن أغلب التجميل بيبقى في الوجه، لأن هو 90% في الناس بيبقى ظاهر. تمام. غير الأعضاء التانية ممكن تبقى مدارية، تبان في ظروف معينة. طبعا وجهة الإنسان. هو الوجه. فالجفون طبيعة تركيبها التشريحي تختلف عن بقية أجزاء الوجه، كمية الدهون فيها أقل من الخدود، أجزاء الوجه. من بقية أجزاء الوجه، من منطقة الجبهة، من الأنف، من الأذن. الأنف والأذن فيهم غضاريف أكتر، فبيتطبع شكلهم طبقا للغضروف اللي تحتيهم. إنما الجفن عبارة عن جلد وتحتيه طبقة أغشية مخاطية من الداخل اللي هي ملامسة للعين. الجفن ممكن يحصل فيه جرح وبنضطر نخيطه خياطة تجميلية تحت الجلد. تمام. وممكن يحصل فيه زوائد دهنية. ممكن دي تظهر في السن الكبير أو في بعض الأمراض. هل استمرار الجفن ده يندرج تحت عمليات التجميل؟ استمرار تحت الجفن؟ لو زايد قوي زيادة غير طبيعية. يعني في بعض الناس عندها هالة سودة تحت الجفن. بتبقى موجودة مثلا في الناحيتين، دي بتبقى حاجات جينيتك، يعني هو مولود بيها، الأسرة فيها الحاجات دي، أو ممكن تكون نتيجة لتعرضه للشمس لفترة طويلة. ده وارد إنه يجي. فغالبا بنبدأ معاها بالحقن الموضعي مبدئيا، أو في بعض الناس بتعمل جلسات ليزر لها. لكن لو الموضوع كبير قوي أو في بروز زيادة عن الجلد تدخل جراحي. بنعمل تدخل جراحي وبنقفلها. وبالذات لو في ترهلات في المنطقة دي. تمام. مع الأولد إيدج، الناس اللي كبرت في السن، بيحصل ترهلات تحت الجفنين، فبنبدأ نشيل منها جزء ونقفله تقفيل تجميل، بحيث إنه ما يسيبش أثر خالص. بيتم إزاي بقى شد الجفن؟ بيتم إزاي؟ يعني لو في ترهلات أو تحت منطقة الجفن، أكيد حضرتك بتعمل عملية شد الجفن بحيث إن الترهلات ما تبانش. ما إحنا لازم نعمل حاجة تقعد مدى الحياة. تمام. في حاجه ممكن نعملها تقعد مدى الحياه، زي مثلا في بعض الناس بيجي لها اورام في الغده الدرقيه، فبيحصل معاها بروز للعينين. بروز العينين ده بيبقى نتيجه ان العضله بتاعه الجفن العلوي حصل فيها انكماش. فبعد ما بنصلح، بعد ما بنشيل الغده الدرقيه خالص في الجراحه بشغلنا التجميل برضو للرقبه، وفضل جزء من ده اللي هي بنسميها اكزوفسالمس، بنقدر نعمل تجميل للجفن العلوي. ان احنا نخليه داري العين ويداري منطقه القرنيه. تمام. لحاجات لاسباب كتيره، مش لغرض بروز العين بس ومنظرها، عشان يحمي من الطفرة اللي في الشارع ومن اشعه الشمس الضاره، لاسباب كتير. تمام. المهم هو التدخل الجراحي هنا هو الحل النهائي في معظم جراحات التجميل سواء في الوجه او غيره. طب بالنسبه بقى لموضوع التدخل الجراحي، حضرتك دخل لحضرتك مريض، على اي اساس بتحدد ان المشكله دي بتتطلب تدخل جراحي او يمكن علاجها بدون تدخل جراحي؟ والله لو الحاجة دي حاجة مؤقتة وهو محتاجها، يعني بعض المشاكل يعني بتحتاج مثلا كريمات موضعية أو حقن موضعي بدون تدخل جراحي،
حضرتك بتشخص هي الجراحه أول. مبدئيا هي الاساس في التجميل قبل اي شيء. تمام. بناء على الجراحه ببدا اعمل الحاجات اللي ما بعد الجراحه. يعني انا عملت جراحه وخلصت اموري وظبطت نفسي كده، ابدا بقى وقفت على ارض صلبه، ابدا بقى هشوف هحقن كورتيزون يقلل نمو الانسجه، او هعمل لها ليزر، او هعمل جراحه تانية اقل من الجراحه الاولانيه، على حسب ما اشوف، على حسب رؤيتي للعيان اللي انا شايفه قدامي. تمام. انما الجراحه هي الحل النهائي. الحل النهائي ما بتردش، يعني بمعنى اصح ان انا طالما عملت جراحه في مكان مش هترد تاني، مش هترد، هتستمر لبقيه الـ ايوه. لكن انا ممكن مثلا واحده جفنها كبير شويه او داخل لجوه شويه احقنه هيتنفخ، وبعد اسبوعين لست شهور الماده دي الجسم هيمتصها. يعني عايز تقول احيانا ان الحقن الموضعي بيسبب اثار جانبيه او مضاعفات بعد كده، ممكن اكثر من العمليات الجراحيه. طبعا تمام. لانه حاجه موجوده جسم غريب، فبيبدا الجسم يبني حواليها في طبقه فايبرين ويحصل تفاعل كيميائي داخل المنطقه دي. ورده بقى ان يحصل فيها التهابات، يحصل فيها اورام حميده، يعني اي مضاعفات جايز انها تحصل. فهو الجراحه بتواجه مشكله طبعا. يعني دكاتره كتير بيدعوا الخبره ويدعوا الاستاذيه ان هو مثلا بينصح المريض بكريمات او كده، واحيانا او مش يعني غالبا ما بتجيبش نتيجه. لا، الكريمات دي تبقى بعد التدخل الجراحي. بعد التدخل الجراحي وغالبا بتبقى كريمات مكونه من الكورتيزون. ماده الكورتيزون دي وبيدعك بطريقه رف، يعني العيان بنقول له دوس عليه جامد واضغط قوي بصبعك كذا مره علشان يتخلل الجلد. اللي هي طبقه الجلد اللي بتبقى عاليه بقى، اللي هي بعد ما عملنا جراحه وحصل حته قبت كده، نقوم ندهن عليها الكريمات دي وبتاخد مده طويله. تمام. طب جزئيه مهمه جدا طبعا عايزين نتكلم فيها، هي العيوب الخلقيه. سواء مثلا هو اتولد بيها او مثلا حصل له مشكله بسبب مثلا جروح او حادثه لا قدر الله. فبيتم التعامل معاها ازاي؟ والله العيوب الخلقيه دي من عمر يوم، يعني ممكن العيل يتولد عنده عيب خلقي، زي مثلا عيوب الشفاه الارنبيه. بتلاقي عيل مولود عنده فتحه هنا في منطقه الشفاه، بالذات الشفاه العلويه دي. ممكن تبقى ناحيه واحده، ممكن تاخد الناحيتين الاثنين. هل بنستنى طيب معلش بنستنى لسن معين نعمل العمليه، ولا ممكن نعمل العمليه في وقتها؟ لا، ده هيبقى عنده صعوبه في الرضاعه فيتوجب ان احنا نعمل العمليه. التدخل الجراحي احنا لنا قانون بيحكمنا في الجراحه اسمه قانون العشره. تمام. قانون العشره ده اللي هو 10 باوندز، يعني وزن الطفل 10 رطل، والرطل ده اللي هو تلت كيلو جرام، و10 جرام هيموجلوبين، وفات عليه 10 اسابيع. هنا اقدر اعمل جراحه الكتفلي، اللي هي جراحه اختياريه. لكن طبعا عيل هيبدا اول 10 اسابيع دول ممكن على ما امه تعرف والناس ويروح لدكتور غلط ويجي لنا بعد كده نبدا نصلح، هيكون عدى المده دي لخبطه شويه على ما نبدا نتدخل جراحيا نقدر نصلحه. تمام. طيب منطقه برضو في الوجه ننتقل ليها هي منطقه الدقن. اعتقد منطقه الدقن يعني بتحدد شكل ملامح الوجه، اكيد لو فيها مشكله هتغير الشكل الخارجي للوجه. احيانا برضو بيبقى فيه مثلا يعني الدقن تدخل لجوه مثلا، او بتبقى بارزه اول بره، فبيتم التعامل معاها ازاي؟ هو طبعا غالبا بتبقى ترهلات، لان منطقه الدهون هنا كتير، منطقه الدقن ومنطقه الرقبه، وبتيجي دايما في السن الكبير. او مثلا لو حد شاب وعنده سمين شويه فجسمه كله فيه ترهلات، الحاجات دي برضو بنعمل لها، بس بدل الاستئصال وتقفيله تجميليا في طريقه اللي هي طريقه الخيوط اللي تحت الجلد. بتتم ازاي؟ بندخل من اماكن مداريه بفتحه صغيره كده مثلا نص سنتي او اقل، وبدخل بالابر اللي هي مستخدمه في النوع ده بالذات تحت الجلد، وابدا اشد الجلد من تحت بطريقه معينه. ملهاش رولز، يعني ملهاش قاعده، انت بس اللي انت شايفه ان انت هتقدر تشد مثلا من هنا 5 سنتي وهنا 5 سنتي، يبقى اللي هنا قد هنا علشان المسافه تبقى متوازنه. دايما التعامل مع منطقه الوجه والرقبه بيبقى من ناحيتين الاثنين زي بعض. حتى مثلا لو جاي نعمل عمليه غده درقيه في الرقبه لازم يعني حضرتك بتعامل الدقن ومنطقه الرقبه، يعني احيانا دهون. مثلا واحد كان حجمه كبير فعمل ريجيم، فلما حجمه قل حصل ترهلات في منطقه الرقبه. وارد يحصل. فبيحصل مثلا يعني شفط الدهون اللي هنا او شد او بيتم ازاي؟ والله الشفط هنا مش هيبقى بالدرجه لانها كميه بسيطه. ممكن نعمل شفط دهون هنا للمنطقه دي. برضو بندخل من الاماكن المداريه عشان ما تسيبش علامات في المنطقه الاماميه. واحيانا برضو التقدم في العمر برضو بيسبب ترهلات في منطقه الرقبه. فبيتم معاها نفس بس بيبقى ترهل جلدي مفيش تحتيه طبقه دهون كتيره. ده بالنسبه يعني لتقدم العمر. لكن لو سن شاب زينا كده وعنده دهون في لغد، يعني زي ما بيقولوا ده هيبقى دهون، ممكن اشفط له الدهون دي
ورجع الجلد مكانه لان عنده دهون. لكن واحده ست كبيره في السن والجلد حصلت فيه ترهلات فبيبقى جلد مفيش تحديد طبقه دهون فهشفط ايه؟ ده ساعات بنحقن له دهون، يعني ناخد من منطقه من البطن مثلا ونحقن في نفس العمليه في الاماكن دي. تمام. بتظبيطه معينه. طيب احيانا بعض الناس بيصابوا باورام سرطانيه في الوجه. فبيتم التعامل معها جراحيا وبعد كده بيتم التعامل معها تجميليا. نوضح النقطه دي والنقطه دي. هو الاورام السرطانيه في منطقه الوجه المشهور قوي بيبقى بين الخط اللي ما بين حلمه الاذن وزاويه الفم. تمام. بيجي في المنطقه دي اللي هو اسمه رودنت ألسر. ده اورام خبيثه بتظهر في هذه المنطقه، فطبعا بيبدا بحبايه صغيره ويبدا يكبر تزداد مع الوقت. تزداد مع الوقت والعيان ما بياخدش باله منها الا لما يجي وجع فيها او تعمل حيل، والحيل ده ياخد له مضادات حيويه، يعني اكتشافها غالبا بيبقى متاخر الا اذا راح للجراح فاهم من الاول خالص فهيعرف ده ايه ويتعامل معاه من الاول ويتعامل معاه صح من الاول. وفي الحاله دي هنشيل جزء بسيط من الجلد اللي في الوجه، يعني بدل ما اشيل حته قد الترمسايه في الاول لو اتاخرنا هنشيل حته قد الليمونه. فلازم لما اشيل، لو انا شلت حته قد الترمسايه اقدر اقفلها تجميل وخلاص، لان انا بشيلها بسيفتي مارجن يعني منطقه امان حواليها، ولتكن نص سنتي او 2 مللي يعني من 2 ل 5 مللي وبعمق علشان اشيل الورم خالص، لان ده علاجه هو الاستئصال الجراحي، فلازم اقفله تجميل. لكن لو كبيره هضطر اجيب جلد من جنبها واقلبه عليها اغطيها بيه. تمام. احيانا برضو كتير يعني شباب كتير في وقتنا دوت بيعانوا من حب الشباب. حب الشباب احيانا بيبقى مزمن معاهم، ما بينفعش معاهم علاجات كذا. فممكن التدخل معاه تجميليا ولا ده تخصص دكتور الجلديه؟ هو بيبقى في او يعني ايه الحالات اللي ممكن اتدخل فيها انا كدكتور تجميل اعالج بيها موضوع حب الشباب؟ لو زادت قوي عن الطبيعي وواحد فيهم كبر وعمل خراج، تمام، التدخل هنا هيبقى جراحي. لازم يتفتح برضه بطريقه معينه وبقل، يعني في 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 انواع الخراريج بنقول لازم تتفتح بطريقه اجريسيف يعني بطريقه محترمه عشان يفضي اللي فيه كله، انما هنا ده بيبقى سطحي. فلازم يتفتح باقل فتحه عشان ما يسيبش علامه. لكن غير كده هو علاج حب الشباب بيبقى علاج باطني اكتر منه صنفره وحاجات. باطني بمعنى يا دكتور؟ يعني علاج حضرتك تقصد غذاء وكده ولا نقص فيتامين الف ونقص بعض الفيتامينات الاخرى برضو، فدي دكتور البطنه بيتعامل معاها اكتر على المدى الطويل. لكن المنظر الخارجي بقى ما اقدر اصنفر لك العيان ده في اول قعده كده باجهزه. لكن هتروح بعد شويه، لكن احنا عاوزين حاجه تقعد بقى ايه بيصلح عيب خلقي. تمام. بيصلح مناخير فطسه، مناخير بارزه، ودان مقلوبه، شفاء ارنبيه، فتحه في سقف الحلق. ما ده لازم جراحه لان مش هعرف اعمل له حاجه تقعد مدى الحياه. حاجات مدى الحياه دي الحاجات اللي هي الحقن والكلام ده مؤقت لفتره معينه على ما اجهز نفسي لايه؟ طيب الجراحة. بالنسبه لحضرتك المشاكل اللي حضرتك عدتها دلوقتي سواء مثلا في الانف او في الاذن، لو سببها وراثي مثلا طالع مثلا للاب او للام، فبيتم التعامل معاه بكل سهوله ولا بيبقى في صعوبه؟ لا، العمليات دي بص اي عمليه حد عارفها بيعملها كويس. ما دام بيعملها كويس سواء بشكل بسبب وراثي او غير كده بيتم التعامل او نتيجه الحادثه، حادثه مثلا او تدخل جراحي غلط قبلها، كل الحاجات دي وارده. فتصليح الاذن واذن الخفاش لما بيجي لك مريضه دكتور يعني راح للدكتور قبل كده وغلط مثلا ان هو مثلا شخص غلط او تعامل معاه غلط فبالتالي سبب مشاكل او ضعف المشكله معاه. حضرتك بقى كدكتور تاني هنا بتواجه صعوبه انك تعدل غلط الدكتور اللي قبل كده ولا الموضوع بيبقى سواء؟ لا طبعا الجراحه اللي معموله مره قبل كده بيبقى فيها صعوبه شويه، التعديل فيها بيبقى اصعب. لان بعد التدخل الجراحي بيحصل تكلس في المنطقه دي، الجسم بيكون ماده فيبرينيه حوالين الجراحه نفسها. النزيف نفسه بيبقى تقيل وكميه النزيف فيه ممكن تبقى اكتر. يعني المضاعفات بتبقى اكتر شويه. فطبعا التشخيص المبكر والاكتشاف المبكر لاي حاجه وعلاجها مره واحده صح هو ده المطلوب. طيب لو هنتكلم بقى عن الاذن، منطقه ثانيه في الوجه، طبعا يعني لو خصوصا لو حجمها كبير جدا او غير متناسق مع شكل الوجه، وزي ما احنا عارفين ان منطقه الاذن منطقه حساسه فيها اعصاب وكده، بيتم التعامل معها ازاي؟ وهل بعد كده مثلا في مضاعفات ان هي مثلا ممكن تاثر على السمع بعد كده ولا بيبقى ما فيش علاقه بينهم؟ هي الاذن عباره عن جلد وتحتيه طبقه غضروف. اللي بيشكل منظر الاذن الغضروف اللي تحتها اللي هي مغطياه،
تمام، ده منظر اللي هي الاوركل او صوان الاذن نفسه اللي هو الصوان الخارجي ده، ده ملوش علاقه بالسمع خالص الا اذا لو اتقفل. لما الواحد بيحب ما يسمعش حاجه بيحط حاجه في ودانه ومبر، الفتحه الخارجيه دي، الفتحه الخارجيه دي احنا ما بنتعاملش معاها في الجراحه ولا في التجميل، بيتم التعامل من الخلف، من الخلف، من المنطقه المداريه ما بين الاذن وما بين عظام الايه الجمجمه. طب احنا سمعنا في الفتره الاخيره او ممكن مثلا موضوع قديم موضوع زراعه الاذن وارد، موجود بعض الناس ممكن اذن تطير في حادثه، وارد ان ده يحصل، وممكن واحد يتولد عنده ضمور في احدى الاذنين. فالاعضاء اللي هي فيها غضروف بنقدر نستعيد بغضروف من عظام الصدر، اخر ضلع اللي هو في اخر ثلاث ضلوع في الصدر ماسكين مع بعض بطبقه غضروف، تمام، فبنقدر ناخد طبقه الغضروف دي بالجلد بتاعها بطبقه اللحم اللي تحتها. ليه بالجلد واللحم اللي تحتها؟ اللحم علشان يدينا امداد دموي كويس، تمام، والجلد علشان نغطي الديفكت اللي عندي الجرح، او ممكن طيب محدوش لو انا شايف فيه جلد. اتكلمنا عن الاذن، اتكلمنا عن الانف، اتكلمنا عن منطقه الدقن، ان شاء الله هنكمل، بس هنطلع فصل صغير ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع فصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم، وبفكركم بموضوع حلقتنا النهارده عن جراحات تجميل الوجه. كنا اتكلمنا قبل الفاصل عن تجميل الاذن، اتكلمنا عن جزئيه الدقن، اتكلمنا عن العيوب الخلقيه، اتكلمنا عن كذا نقطه، وتوقفنا عند نقطه تجميل الاذن. فكمل يا دكتور حضرتك، كنا بنتكلم عن موضوع الاذن. الاذن تجميل الاذن، اذن الخفاش اللي هي بتبقى بارزه لبره وللخارج. طبعا حته تجميل الاذن دي بتختلف من واحد ممكن يبقى واحد ودانه ملخبطه واليمين غير الشمال، هما دايما بيبقوش يتنين زي بعض بالظبط لو قسناهم في اي واحد. في ناس بتاخد بالها وفي ناس ما بتاخدش بالها، عشان كده ده دايما بيظهر في سن المدرسه. يجي لنا اب يقول لك ابني عنده اصحابه بيقولوا له على ودانك، بتشد الانتباه من العيوب الخلقيه اللي بتشد الانتباه في سن المدرسه دايما. او لو نسي انه يفتكرها في سن المدرسه بتظهر لما يكبر ويبدا يظهر في المجتمع في وظيفه كويسه مثلا، ويظهر في التلفزيون او يظهر في اي مكان فيبدا يقولوا له او هو ياخد باله. ودي من الجراحات السهله جدا وبتعمل ببنج موضعي والحالتين والودنين الاثنين في نفس الوقت، تمام. لان احنا بنتعامل مع الغضروف، فانا ببنج الجلد اللي هو طبقه الجلد الخارجيه من الخلف على قد الجرح بتاعي وبحاول اصغره. دي على حسب كل جراح والتاني بقى يقدر يصغر الجرح او يكبره، تمام. وبفتحه فتحه بسيطه قوي وادخل لطبقه الغضروف اللي تحت الجلد، ابدا اشكلها بقى. غالبا اللي بيبقى عنده بروز في في الاذن التجاويف اللي هنا دي ما بتبقاش بارزه، بتلاقيها ممسوحه، بتبقى مفروده كده. ايوه، فاحنا بنعمل له التجاويف دي، تمام، بنعملها بالتعاون مع الغضروف نفسه. واحيانا شكل الاذن الممسوحه ديت بيدي شكل اكبر للاذن. ما هي اما تفردها كده هتفرد معاك، يعني الاذن لو فردتها الكشاكيش اللي فيها دي فلما بيتم تعديلها تاني هتفرد. فكل ما صغرت كل ما اتلمت اكتر، وكل ما راحت للجبهه من ورا اكتر تبقى ودان مظبوطه. طيب انا بس حابب انوه مشاهدينا الكرام على سؤال حلقتنا النهارده، ايهما تفضل في تجميل الوجه، الكريمات الموضوعيه ام جراحات التجميل؟ تقدروا تتواصلوا معانا لو في اي استفسار او اي سؤال، تقدروا تكلمونا على التليفونات اللي ظهر قدامكم على الشاشه ونتشرف بالاجابه عليها. نكمل مع حضرتك يا دكتور، ننتقل بقى لجزئيه برضو، او مثلا ممكن نرجع لموضوع العيوب الخلقيه. حابب اتكلم خصوصا في الشفاء عند الطفل. يعني حضرتك قلت لازم ان احنا نعالج الموضوع دوت في ساعتها علشان ما يواجهش مشاكل في الرضاعه او كده. فحضرتك توضح بصوره اوضح، لان في مشاكل كتيره بالنسبه للاطفال. هو ده من العيوب الخلقيه اللي بتظهر اثناء الولاده، بيبصوا على الطفل يلاقوه كده، يلاقوه الشفه الفوقانيه مفتوحه والسنان باينه من وراها، او سقف الحلق مثلا. دي بتبقى متزامنه ساعات مع الشفه الارنبيه وساعات تيجي لوحدها، لكن غالبا بيبقوا متزامنين مع بعض. وفتحه سقف الحلق دي غالبا ما بتظهرش الا في السن الكبير لما يبدا يتكلم، يبقى في بعض الخلفان في الكلام. يعني ممكن واحد بيتكلم قدامي انا اقدر اعرف ان عنده فتحه في سقف الحلق. سقف الحلق ده انت لو واحد حط صبعه في بقه من فوق في سقف، في حته عظم كده وفي حته وراها اللي هي جيلاتينيه، دي منطقه سقف الحلق اللي احنا بنتكلم فيها، بنقفلها تقفيل تجميل برضو جراحه. الشغل هنا كله جراحه، ملوش حل تاني الا في الشفاء الارنبيه. طبعا دي بيبقى يعني زي عجز في بعض النمو في الاجزاء بتاع تكوين الوجه اللي اسمه فرانجيال سيست، دي حاجه الدكاتره يعرفوها اكتر، ما بيلتحموش مع بعض فبيكونوا
الديفكت او الفراغ اللي ما بين الشفتين دي، ما بين الشفه اليمين والشفه الشمال. تمام. بنعمل لها تجميل وبنرجع، سبحان الله بتبقى كل حاجه موجوده زي ما هي. يعني بس في كسور في جزئيه معينه، بس بدل ما تلاقي خط هو الا تعديل، بدل ما هو ماشي مع بعضه كده تبص تلاقيه ده طلع لفوق وده طلع كده. تمام. موجود سبحان الله موجود عشان احنا نشتغل عليه. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فبنرجعه تاني بنفس طريقته، بس بيبقى ده هنا طبقه غضروف، طبقه جلد من الخارجي، وطبقه اغشيه مخاطيه من الداخل اللي هي ملامسه للسنان، وما بينهم عضلات اللي هي تحريك الشفايه نفسها. فلازم تتخيط بطريقه معينه كل طبقه منهم لوحدها، وبطريقه خيط معينه وبنوع خيط معين. انت بقى نعمله ما نعمله لو هو بيعوق الرضاعه، هنفرض ان هو مفتوح من ناحيتين الاثنين والطفل ده مش عارف يرضع كويس، فده عاوز بقى حد يحط له خرطوم في بقه يرضعه بيه. صح. او يرضع ببزازه كبيره عشان يعرف يكمل نمو. في بعض الاسر اللي هي يعني مش فاهمه قوي، او عندها الموضوع ده عادي، او الطفل اهمل لاسباب ما، بيعدي ويوصل لسن كبير بالمنظر ده، بيبقى في صعوبه بعد كده التعامل معها او علاجها؟ لا بالعكس. ده الصعوبه في السن الصغير. لان يعني الجراحه دقيقه بعد كده. اما بيكبر بقى ويجي بقى براحته ده بنعمله. وبيبقى الجراحه كبيره والاغشيه كبيره، وحتى التئام الجروح فيها هيبقى اسرع. تمام. او في معلومه برضو، منطقه الوجه كلها التئام الجروح فيها اسرع من اي مكان تاني، لان امداد الدم فيه كتير. ما عدا الاذن. الاذن الامداد الدم عشان فيها برز عن الوجه، علشان فيها غضروف. معظمها غضروف، هو بينلس يعني ما بيحسش قوي لان في غضروف. عشان كده بقول لك انا بعملها ببنج موضعي في الناحيتين الاثنين. يبقى يعني ما كلفتش العيان بنج كلي ولا مخدر كلي ياثر على صدره، وفي نفس الوقت صاحي وواعي وشايف معايا انا بعمل، بيحسش بحاجه خالص، وبشتغل في طبقه غضروف ما بتحسش بالالم. تمام. المشاكل اللي بيواجهها الطفل وهو صغير، ممكن مشاكل ايه اللي ناجلها لما يكبر غير الشفاء الارنبيه ده؟ لازم نعالجها في ذات الوقت. احنا لو خدناها ممكن ناجل مشاكل ثانيه برضه، ممكن نستنى ما يكبر سنه سنتين ثلاثه. عادي. وبعد كده منطقه الوجه احنا لو خدناها بالتدرج العمري، العيل هيتولد عنده شفه ارنبيه، دي هنضطر نعملها النهارده، اتولد النهارده وجسمه يسمح بقانون العشره اللي قلنا عليه ده. تمام. هنعمله. طيب احنا معانا اتصال من استاذه اعتماد، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اسال الدكتور اللي بيسال، تفتح صوت حضرتك واطي، تعالي شويه. نعم. صوت حضرتك بعيد شويه، ممكن تعالي شويه. طيب واضح ان هي علته خالص. في بقى دي اللي هي في سن اول ما يتولد. بعد كده لما يبدا يخش المدرسه زي ما قلنا، هيبدا اصحابه يشدوه من ودانه او يقولوا ودانك كبيره، هيروح لابوه يقول له اعمل لي ودني. لما يكبر بقى في السن ويخش الجامعه يبدا ياخد باله. واحيانا هي دي الاشياء اللي الطفل بياخد باله منها. يعني ممكن لو محدش قال له ما ياخدش باله. لا يبتدي بقى لما يروح المدرسه ويقولوا له بقى اصحابه، يقولوا لا اصحابه ودانهم عدله اهو ودانه، يقولوا له لو ما حدش قال له. هنا بتوضح المشكله بقى. والدليل ان في ناس كبيره دلوقتي عندها ودانها كده ما حدش قال لهم. ما حدش قال لهم. ومش هيقول لهم فخلاص. تمام. طيب نتكلم بقى عن جزئيه ثانيه، موضوع الانف. بتبقى صغيره جدا، بتبقى كبيره جدا، غير متناسقه مع شكل الوجه. بيتم التعامل معاها ازاي؟ وهل بيتم التعامل معاها مثلا بطريقه سهله زي بقيه اجزاء الوجه زي ما حضرتك ذكرت، ولا بيبقى فيها صعوبه شويه؟ هو غالبا التدخل الجراحي في الانف ممكن يبقى ببنج موضعي لو احنا بنشيل اجزاء صغيره منه. في ناس بيبقى عندها بروز في منطقه الانف دي مكببه كده، برضو الناس دي بتبقى يعني اوبسيسيف قوي، يعني عندهم حساسين قوي، يقف قدام مرايه ويشوف نفسه وبتاع، خد بالك. خصوصا ان منطقه الانف اوضح جزء في هي اللي في الوش واللي بارزه في الوش. تمام. فدي ممكن نتعامل معاها موضعيا ببنج موضعي، لكن الانف عموما بنج موضعي ده اللي هو يختلف عن الجراحه. لا البنج ادي بنج موضعي واعمل جراحه. لكن التدخل في الانف هيبقى بنج كلي بقى. اي جراحه بعد كده هيبقى بنج كلي. بخدر العيان كلي وابدا اتعامل معاه، لان دي منطقه النفس، فانا هاخد ايه، هشغله على بنج كلي واشتغل في الانف دي. فيها جزء الامامي غضروف اللي هو ده، والجلد لازق عليه، بس مش جلد سايب زي بتاع الودن، بقدر اسلكه منه واتعامل معاه. ده هما الاثنين تقريبا طبقه واحده او لازقين قوي زياده عن اللزوم. الجزء اللي ورا اللي هو العظم اللي هو بيدي منظر الانف من الجنب، ممكن نلاقي فيه بروز فيه في العظم ده نفسه، ممكن نلاقي الفتحات كبيره زياده عن اللزوم، التب بتاع المناخير اللي هي الارنبه دي تلاقيها لازله او طالعه. يعني غالبا اللي الاذن مسنطره في تلت الوجه بالظبط. تمام. لما تجيبه من هنا لهنا ومن هنا لهنا تلاقيها في التلت، وفي الستات دايما تلاقي الارنبه دي طالعه لفوق.
او بيحبوا يخلوها طالعه لفوق والوجنتين دول يبقوا داخلين لجوه يعني اصلا العمليه بتختلف. هو احيانا بيبقى يعني حجم الانف بيبقى متناسق مع شكل الوجه. مثلا هو هي كبيره فعلا بس هي متناسقه مع شكل الوجه. سبحان الله. هي بتبقى يجي لك واحد مثلا يقول لك انا عايز اصغر حجم الانف مع ان هو متناسق مع شكله. حضرتك بتجري لا احنا مش هنعمل لا يعني مثلا ممكن واحد اقول له ودانك كبيره لو واحد حبيبي او خدت عليه اقول له ده ودني دي كبيره عندي لانها هعملها وفعلا هتجيب نتيجه معينه. لكن الانف ما فيش واحد انا اقول تعالى اعمل انفك، هو خلاص هو اكليماتايزد على ده وعايش بيه. الا اذا بقى بيعمل حاجه بوشه ومناخيره بتيجي فيها ده وارد بقى كبير قوي زياده عن اللزوم. لكن يعني الجراحات هنا بتبقى العيان هو اللي بيطلبها، انا عاوز كذا. فبنقول له دي تمشي مع دي او دي ما تمشيش. افرض عاوز يصغرها قوي يعني زياده عن اللزوم، برضه الدكتور هنا بيوضح دور ان هو برضه بينصح ده موضوع كبير. ده عايز دي لها رولز معينه ان احنا بنقيس الوجه بطريقه معينه وبشوفه ماشي معاه المناخير دي ماشيه مع وشه ولا لا، عاوزه تبقى بارزه، عاوزه تبقى داخله لجوه. دي بقى بعض الحاجات اللي بتبقى ظاهره قوي في الانف اللي هي العظمه بتاعه الحاجز الانفي دي، تلاقي عظمه بارزه كده من الجنب، دي بنعمل لها تدخل جراحي ونتائجها برضو كويسه قوي. تمام. وبعد عمليات الانف الانف بتتقفل بشاشه صغيره كده لمده 24 ساعه، يعني بنعود على يتنفس من بقه، لازم تتقفل. احيانا برضو بيبقى المشاكل الداخليه للانف مثلا بسبب عمليات مثلا لوز او عمليات الجيوب الانفيه ممكن تسبب مثلا لا لا دي بعيده عن الموضوع خالص. تمام. هو فتحتين الانف دول اللي هم بيدخل يعني هم لو دخلت خرطوم من الانف بيوصل للحل. لو تشوفها مثلا في حالات غسيل المعده انا بندخل خرطوم من الانف وبيوصل للحل من ايه من فتحه صغيره. فهي مجرد ان الانف دي متصله بالايه بالجهاز التنفسي وبالجهاز الهضمي ويفصل بينهم لسان المزمار بجلوتس اللي هو بيخلي الهواء يدخل ويخلي الطعام يدخل. يعني البني ادم على لطه لو دي لو اللسان ده علق خلص الكلام. في الحقيقه دكتور والله احنا يعني استمتعنا بوقتنا معاك جدا النهارده، للاسف وقتنا يعني عدى معاك بسرعه يعني استمتعنا واستفدنا وارجو ان المشاهدين كمان يكونوا استفادوا من المعلومات اللي الدكتور قالها لنا النهارده. كان معنا ومنورنا دكتور رفيق عبده جعفر دكتوراه واستشاري الجراحه العامه والتجميل. بنتمنى لكم دايما يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير وعلى امل بلقاء جديد وحلقه جديده الاسبوع القادم ان شاء الله. كان معكم احمد عبد الصادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو دلال يبقى لسه والسنه دي لسه خسه وجبنا من الطريق قريقه للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا